عندنا اتصال هاتفي ايضا عبر الهاتف من الرياض، الاستاذ عبد الله الهتيل المدير الاقليمي لصحيفه عكاظ في الرياض. يا استاذ عبد الله مساء الخير. يا هلا، مساء النور لك ولضيفتك العزيزه. نعم، لا شك ربما شاهدت هذا التقرير، يعني تنسيق متواصل بين قطر وجماعات راديكاليه في البحرين لزعزعه الامن والاستقرار، يعني هذا التنسيق على مستوى عالي، يعني رئيس وزراء دوله ينسق على قلب نظام حكم دولة شقيقة، يعني ما هو تعليق؟ والله هذا أمر مؤلم عندما يأتي من قيادة حكيمة وقيادة متزنة، لكن أن يأتي من القيادة القطرية أنا شخصيا لا أستغرب. في 2011 كانت الحكومة القطرية يعني تشجب وتستنكر مثل هذه الأحداث في البحرين، ورئيس الوزراء من خلال اتصاله الذي شاهدناه اليوم يقول أنت عارف إحنا صادقين. أي صدق؟ نعم صادقين في استهداف البحرين، في استهداف شعب البحرين، في استهداف أمن واستقرار البحرين. هذا قطر أثبتت بما لا يدع مجال للشك أنها تتآمر على دول الخليج، وخير دليل ما سمعناه اليوم الذي يندى له الجبين. قطر تكذب ثم تكذب ثم تكذب. نعم أستاذ عبد الله، يعني مرة أخرى ومن خلال التسجيل، قطر تتخلى عن دورها في قوات درع الجزيرة المشتركة، ربما تصفه بالدور العنيف أو ما إلى ذلك، يعني كيف تفسر هذا الاستخفاف القطري بمنظومة مجلس التعاون؟ يا أخي دعني أذهب بعيدا، أنا أقول لك يعني أنه قطر لم تكن عضو فعال في مجلس التعاون الخليجي. قطر أثبتت الأيام بأنها تتآمر مع إيران ضد مجلس التعاون الخليجي. قطر مزروعة في مجلس التعاون لكي تتعاون مع إيران وتتآمر على زعزعة أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي. القمة الخليجية 37 التي استضافتها منامة الخير، يعني كلنا سمعنا كإعلامي وكنت متواجد في ذلك الوقت في البحرين، لأن البحرين منعت قناة الجزيرة من البث من البحرين أو متابعة وقع القمة، لأنه كانت الجزيرة في ذلك الوقت تحاول أيضا أن تلتقي ببعض الإرهابيين في البحرين أو بعض المحسوبين على جماعة الإخوان. نعم. لذلك قطر لن تكف عن دعم الإرهاب، لن تكف عن أذيتها لدول مجلس التعاون الخليجي. قطر يكفي أنها الآن تتآمر مع إيران ومع بعض الدول من ضمنها تركيا أيضا لمواصلة زعزعة استقرار المنطقة والدعم الإرهاب. طيب أستاذ عبد الله، يعني من وجهة نظرك، يعني كيف يجب مقاومة هذا التحالف يعني السافر الآن بين قطر وإيران على أمن مجلس التعاون ودول مجلس التعاون؟ أولا قطر حتى وإن تحالفت فهي تتحالف مع قوى الشر ضد دول شقيقة وضد شعوب شقيقة، هذا التحالف لن يدوم وستندم قطر على أقصد القيادة القطرية على هذه التصرفات، خاصة أنها منذ الساعة الأولى أسلمت في أحضان تركيا واستدعت القوات التركية وأيضا فتحت الخط المباشر علنا، هو كان مفتوح في السابق مع إيران. نعم. فلذلك هو تحالف لن يدوم، لكن سؤالي الدول الصامتة، الدول العربية والإسلامية الصامتة، وخاصة بعد ما كشفته اليوم البحرين. نعم. حول مؤامرة يقودها رئيس الوزراء، يعني هذا يؤكد بأن الحمدين هما بالفعل من يسعيان إلى إسقاط أمن واستقرار المنطقة، يعني بعيد عنهم أن يسقطون إن شاء الله الحكومات لأنها حكومات حكيمة لن ينال منها أحد. ولكن السؤال أيضا الدول العربية والإسلامية ما هو موقفها بعد اليوم وبعد أن تكشفت هذه المؤامرة الدنيا من قبل القيادة القطرية؟ هذا سؤال مطروح لكل الشارع العربي والإسلامي، وأتمنى أن تكون ابتداء من اليوم هناك مواقف حاسمة لبعض قادة الدول العربية والإسلامية. نعم أستاذ عبد الله الهتيل المدير الإقليمي لصحيفة عكاظ في الرياض، شكرا جزيلا لك.